يعد عمل نافورة الخيام أحد أبرز وأهم أعمال الفنانة منير، والتي استلهمته من عوالم الشعر وعالم الفلك والرياضيات عمر الخيام، والذي اشتهر بعمله في المعادلات التكعيبية وتطويره للتقويم الفارسي، حيث استخدمت الفنانة أشكال هندسية متعددة الأوجه، منها المثلثات والأشكال الخماسية والسداسية لتشكيل برج دوار على قاعدة جوفاء. هذا العمل، والذي يعد آخر الأعمال التركيبية الرئيسية التي أنجزتها الفنانة من تكليف ترينالي بروج 2018 مدينة سائلة بلجيكا، حصلت مؤسسة الشرق الفنون على عمل نافورة الخيام على شكل استعارة طويلة المدى، ويعرض حاليا في استديوهات الحمرية، حيث أقيم أول معرض استعادي للفنانة في سنة 2019.